كل فريق وله لقبه، منهم اللي خده من شعاره أو اللي اكتسبه من جماهيره، وفي اللي خصومه لقبوه بلقب فجماهيره خدته وخلته مصدر فخر ليهم. لما تسمع كلمة سر أو لقب لازم يجي في بالك قصة ملحمية كانت سبب تلقيب فريق بلقب، لكن الحقيقة إن الواقع بيبقى أبسط من كده بكتير، وأحياناً بتكون مواقف عادية جداً سبب في اكتساب الفرق لألقابها، وده اللي هتعرفوه في سر اللقب. مانشستر يونايتد أشهر لقب هو الشياطين، لكن الحقيقة إن مش لقبهم الوحيد ولا حتى أول لقب أطلق عليهم. مانشستر يونايتد تأسس سنة 1878 تحت اسم نيوتن هيث، والحقيقة إن السرح الرياضي العظيم ده مع بدايته كان مجرد متنفس رياضي لعمال قسم النقل والمركبات في سكك حديد لانكشاير ويوركشير. لقب النادي وقتها كان ذا هيثنز، كلمة معناها الحرفي الملحدين، لكن في الحقيقة إن المقصود منها كان انتمائهم لمنطقة هيث. ومع مرور السنين تراكمت الديون على نيوتن هيث، واضطر ملاكه لبيعه لملاك جدد، ومن هنا نشأ النادي باسمه الجديد مانشستر يونايتد، وده كان لأول مرة سنة 1902. وكان أول أمر من ملاكه هو إلغاء لقب النادي لأسباب دينية، أو بالأحرى تسويقية في زمن غلبت عليه النزعة الدينية. ولأن زي ما قلنا مانشستر يونايتد في الوقت ده ما كانش مانشستر اللي بيجي في بالكم دلوقتي، فكان مانشستر كروياً ما كانش إلا يويو، اليويو اللي بنلعب بيها ونرميها لتحت فتطلع لفوق بسرعة، ده كان لقبهم عشان بيهبطوا أسرع ما بيصعدوا. السير أليكس فيرغسون العظيم صنع جزء كبير من تاريخ مانشستر يونايتد، لكنه الحقيقة ما كانش أول سير في تاريخ مسرح الأحلام. أول سير في تاريخ أولد ترافورد هو سير مات باسبي، وكان سكوتلاندي برضه بالمناسبة. ورغم عظمة اللي قدمه فيرغسون مع مانشستر يونايتد، لكنه ما وصلش لأن لقب مانشستر يونايتد كان مقترن باسمه لفترة طويلة زي باسبي. من الأربعينات والحد السبعينات تولى باسبي تدريب مانشستر يونايتد، ومعاهم صنع تاريخ جديد للنادي، نقلوا فيه من يويو إلى باسبي بيبيز أو أبناء باسبي، بعد ما فازوا معاه بالدوري لأول مرة من 40 سنة، وبدأ معاهم مسيرة عظيمة خلت اسمه مقترن بلقب النادي لعقود من الزمن. وساهم في ده طبعا رحيل الجيل الذهبي بطريقة مأساوية في مأساة ميونخ سنة 1958. وزي ما كان سير مات باسبي هو المتسبب في تلقيب مانشستر يونايتد إعلاميا بباسبي بيبيز، فكان هو كمان صاحب الفضل في اللقب الأشهر الشياطين الحمر. في نفس فترة حادث ميونخ وتحطيم طائرة مانشستر يونايتد اللي راح ضحيته أغلب عناصر جيل مانشستر يونايتد التاريخي، كان في فريق راجبي في سالفورد في قلب مدينة مانشستر بيكتب تاريخ عظيم، كسبوا الدوري الإنجليزي ودعيهم لخوض مباريات في فرنسا عشان يكونوا أول فريق إنجليزي يتم دعوته لفرنسا. ما اكتفوش بكده ففازوا بكل مبارياتهم في فرنسا عشان يطلق عليهم الإعلام الفرنسي لقب لي ديابل روج أو الشياطين الحمر. سير مات باسبي في الفترة دي ما استسلمش لأحزانه بوفاة الباسبي بيبيز، لكنه قرر يكون جيل جديد يشيل رايت مانشستر العظيمة من بعدهم، واستلهاماً لروح المدينة أخذ لقب الشياطين الحمر لفريقه. لقب ما كانش مانشستر يونايتد هو صاحبه الأصلي، لكنه أكيد هو صاحبه الأشهر حول العالم.